كان المولعون بالأغاني النابعة من أعماق التراث على موعد مع عرض فني يبدو أن الجمهور قد أجمع على عذوبة الأصوات المشاركة فيها. أصوات ياسر حلوة متاع كل واحد، لكن المشكلة اللي لا عرفنا لا أساميهم لا قدموهم لنا لا حتى شيء. ذاك واحد من الأصوات التي تجولت بين مقامات وأنماط موسيقية مختلفة لتكون بذلك من بين نجوم السهرة. برشا مشاركات في التلفزة، في مهرجانات، مهرجان مازل تميم خذيت الجائزة الأولى، مهرجان ذكرى محمد كذلك خذيت الجائزة الأولى. فنان آخر سطع نجمه في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة والتي جاءها محملا بمسيرة فنية حافلة. بديت في المواهب وصلت فينال معتها مع آمنة فاخر في الفينال في موهب عسلم مع حاتم سي حاتم العمارة. مشيت لمصر غنيت حتى قدام شرنوبي. أصوات رخيمة أخرى رحلت بمستمعيها إلى الكاف وتوزر والقصرين وغيرها من المناطق الأخرى لتنبش في تراثها الغنائي وتقدم موسيقيا القصص التي يرويها. فيها الشجن وفيها الغزل وفيها الفرح وفيها خطر القبل كي يغنيهم يغنيوش هكاك، هي مبنية على قصة. قصص من الحياة بتلوينات الحزن حينا والبهجة أحيانا أخرى تم تقديمها ولأول مرة إلى جمهور نشطت ذاكرته بسماعها. ذكرنا في عروساتنا، في صغرنا، في تراثنا، في لبستنا، في ثقافتنا. تنشيط ذاكرة هذا دام قرابة 90 دقيقة، مدة عرض ترهويجة الذي انتقل من مقام إلى مقام ومن نمط موسيقي إلى آخر.